السلام عليكم ورحمة الله. سنتعرف الآن على برنامج متصفح الإنترنت إنترنت إكسبلورر. سنتعرف على مكوناته وكيفية التعامل معه ومع أدواته والأزرار الموجودة به. كذلك سنتعرف على كيفية تغيير صفحة البدء المتصفح الإنترنت. أولاً، فتح البرنامج. من قائمة Start، نختار Windows Accessories. وبعدها نختار Internet Explorer. سنتعرف الآن على واجهة البرنامج. أولاً، Title Bar، وهو يوضح اسم الصفحة المعروضة في الوقت الحالي. Menu Bar، شريط القوائم، وهي القائمة التي تضم معظم الأشياء الخاصة بعرض الصفحات. Address Bar، وهو المكان المحتوي على عنوان هذه الصفحة. Command Bar، وهو عدد من الأزرار المستخدمة في العرض. Favorite Bar، وهو شريط يحتوي على المواقع المفضلة. أزرار عرض المتصفح. Back، للعودة إلى الصفحة السابقة. Forward، تنطلق إلى الصفحة الأمامية. Home، إعادة المستخدم إلى صفحة البدء. كتابة العناوين Web Addresses، حين يتم كتابة العنوان يجب مراعاة كتابة الآتي: HTTP، وهو البروتوكول المستخدم في نقل البيانات، اختصار Hyper Text Transfer Protocol، و S تضاف للبروتوكولات المؤمنة، اختصار Secured Hyper Text Transfer Protocol Secured. double slash www لعرض الشبكة. dot domain name، وهو العنوان. dot level domain، بعد الانتهاء من كتابة العنوان يتم الضغط على Enter. أو الضغط على Go من شريط العنوان. تغيير صفحة البدء. إن أول صفحة تعرض حين فتح برنامج المتصفح تسمى صفحة البدء Home Page، وتستطيع ضبطها كالآتي: من قائمة Tools اختار Internet Options، من تاب General حدد صفحة الهوم بيج أو صفحة البدء، ثم اضغط على Apply و OK. تعديل الأدوات. العرض محتويات الأشرطة أو إظهار أو إخفاء الأشرطة. من قائمة View نختار Tool Bars ونقوم بإخفاء أو إظهار الأشرطة المحددة: شريط القوائم، شريط المفضلة، Command Bar شريط الأوامر، وشريط الحالة Status Bar. أو بالضغط على كليك يمين أو رايت كليك واختيار الأشرطة المراد إظهارها أو إخفائها. التحكم في عرض صفحة الويب. من قائمة View يمكننا التوجه إلى الصفحة الرئيسية من Go to Homepage. أيضا يمكننا وقف تحميل الصفحة بالضغط على Stop أو Escape من لوحة المفاتيح. Refresh لإعادة تحميل الصفحة. كذلك Zoom
ولو لتكبير وتصغير الصفحة. View Source يكون بعرض مصدر الصفحة، ومصدر الصفحة عبارة عن أكواد HTML. التعامل مع صفحات الويب: أولا، حفظ عنوان صفحة. عندما تجد صفحة ما قد أعجبتك، فإنك من الممكن الاحتفاظ بعنوانها بالضغط على Add to Favorite من خلال قائمة Favorites، اختيار Add to Favorites، ومن ثم الضغط على Add. استخدام الصفحات المفضلة: اضغط على Favorites في تول بار، اضغط على اسم الصفحة المراد عرضها بعد أن تم تخزينها مسبقا. تنظيم الصفحات المفضلة: إذا لم تقم بتخزين الصفحات في Favorites بطريقة منظمة، فإنه يمكنك ترتيبها بأسلوب معين، وذلك بالضغط على Favorites Organize Favorites. نسخ ولصق النصوص: يمكنك نسخ النصوص من صفحة الإنترنت إلى أي برنامج آخر. ولنسخ النصوص اتبع الآتي: اختر النص المراد نسخه، اختر كوبي من قائمة Edit، أو استخدم Ctrl بلس سي من لوحة المفاتيح، أو اضغط على الزر الأيمن للماوس واختار كوبي. وللصق النصوص اتبع الآتي: اختر المكان المراد وضع النص فيه، اختر بيست أو كنترول في، أو استخدم زر الماوس الأيمن واضغط بيست. نسخ ولصق الرسومات أو الصور: اختر الصورة المراد نسخها، اضغط على زر الماوس الأيمن واختر كوبي. حدد المكان المراد لصق الصورة به واختر بيست أو كنترول في. تخزين صورة من على الإنترنت: اضغط الزر الأيمن للفأرة واختر Save Picture As، اختر موقع التخزين، اضغط على Save. تخزين صفحة من على الإنترنت: تأكد من أن الصفحة المراد تخزينها معروضة، اختر من قائمة File Save As، حدد موقع حفظ الصفحة في الجهاز الخاص بك، ضع الاسم المناسب واختر سيف. طباعة صفحة: يمكن طباعة صفحة من على الإنترنت كما يلي: تأكد من عرض الصفحة المراد طبعها، اختر برينت من قائمة فايل، اختر الطابعة المناسبة واضغط على برنت.